متابعينا الكرام، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من الدار البيضاء، بالضبط من درب كبير اللي كيشهد الان صراعات بين الدروبه، فكيتضربوا بالقنابل وبمواد متفجره. فغادي نحاولوا ندخلوا من بعض من الازقه اللي فيهم هذا الشيء. باش نقربكم من الاجواء. فكنشوفوا حتى الدراري الصغار كلشي فهنا بالضبط كانت فكتشوفوا واقيلا كيوصلكم الاجواء. فهنا بالضبط كانت الروينه دابا كنقولوا بزاف. فبهاد الزنقة بالضبط فما كنبغيوش نشوفو بحال ما تصوروا لي وكل الاحتفالات. ف في الظروف الخاصة اللي كنمروا بها فكل شيء باقي خارج هاد الساعة هادي. غادي نمروا كذلك متابعينا الكرام احد من الازقه كذلك اللي كانت حتى هي كانوا فيها مواجهات بين الدروبه. فالدراري باقيين دايرين هنا شوالة، يعني ما يمكنش ندوزو منا بحكم ان الوسط ديال الزنقة عامر. هادي حتى هي من الزناقي اللي كانوا دابا شوالة والقنبول بزاف. فدابا بغينا ندوزو منها باش نقربوكم من الاجواء، ولكن راه الوسط كاين الصنادق والبنوات فما يمكنش ان لاننا ندوزو. نشوفو الزنقة المجاورة ليها شيء كذلك كانت كتشهد بعض المواجهات وباقا دابا. السلام عليكم خويا. زقلونا بقنبولة جرانيت الحمشة. فغادي نحاولوا ندورو من الزنقة الأخرى. الغريب في الامر هو انهم بعض المرات قبيله شفت انا واحد المنظر ديال انهم كيكون داير شي صاحب ولا شي واحد ما عرفش كاع بعض المرات واش كيعرفوا ولا لا كيلوح لي قنبوله في وسط من الطوموبيل. هذا الشيء اللي ما مقبولش كاع بتاتا.
كذلك وحده من الاصدقاء اللي كذلك كانت عامره قبيله بزاف. شوفوا هادو دراري صغار، هادو دراري صغار اللي دايرين دابا هادشي. مشكلة كبيرة. شوفوا الكل باقي خارج. اسمح لي يا اخو، الله يحفظك. الله يحفظك. فمشاهدينا الكرام، كنعاودو نقربوكم من الاجواء الآن مباشرة من درب كبير. فبغينا ندوزو من شي زناقة، ولكن يستحيل على أننا ندوزو معاهم دابا حكم أنهم فيهم شعلة الوسط فما نقدروش، وتا الدراري بيناتهم كيتضاربوا بالقنبول فما يمكنش ندوزو منهم. اليوم ليلة عاشوراء كنشوفو، ولو ان هذا العام عاشوراء جا في زمن كورونا فما تبدل والو. كنشوفو بزاف ديال الحوايج اللي كانوا وغما تزادو. نحاولوا متابعينا الكرام على اننا نوعيو الخوت ديالنا والاهل ديالنا والاصدقاء ديالنا بالخطوره ديال هذا الشيء. وكذلك انا السويقه ديال درب كبير قبيله كانت مواجهات بالقنابل بين الدراري ديال الزناقي. كنسمعو هنا الدقيقية. فمعرفتش كيوصلكم الأصداء متابعينا الكرام. احنا الان مباشرة من درب كبير كنعيشو معكم اجواء ديال العاشوراء زمن كورونا.
عرفتش كيوصلوكم الاصداء متابعينا الكرام ولا لا، غادي نحاولوا على اننا نعطيكم صوره ولو انها تكون مزروبه بحكم اننا نجيبوا الدوره، ولكن تبقاو في الصوره تشوف. ما عرفتش واش كيوصلوكم متابعينا الكرام اصداء ديال الطن مراكشي اللي كاين هنا. غادي نحاولوا متابعينا الكرام على اننا ندورو من الجهة الاخرى نشوفو. شكرا. فنتوما الان مباشرة متابعينا الكرام حنا كاينين الدار البيضاء درب كبير اللي كيشهد احتفال خاص بعاشورة. هذاك بلاصة شاو كيتلقى جوج الناس كيبلاصيو في بلاصة واحد. الله يلا الوعي باقيين كنا. لا نمشي الله يحفظك. شكرا بزاف.
الله يحفظك خويا. شكرا. الله يحفظك. كنشهدوا اجواء هنا خاصه متابعينا الكرام لدرجه اننا ما قدرناش نخرجوا شويه من احداث متابعينا الكرام. فمتابعينا الكرام فهنا كاين اجواء خاصه بدرب كبير اذا متابعينا الكرام الى اللقاء.